هم 70 مصليا أو يزيد آثروا حضور خطبة الجمعة كغيرهم وإن كانوا ليسوا كغيرهم. فئة الصم البكم تحظى بخطبة الجمعة بلغة الإشارة بمسجد الأمير عبد القادر بوهران، وهو ما لقي صدى وتجاوبا كبيرين. الشيخ البحري لأن اتصلنا به قلنا له كاين بعض فئة الصم حابين يحضروا خطبة الجمعة. بدأت الفكرة كما قال لك، بدأت الفكرة بهذه الطريقة. حاولنا كيفاش ننسقوا مع مديرية الشؤون الدينية على مستوى ولاية وهران. فالحاجة الأولى اللي درناها ما نجموش هذه الإشارات، ماهوش اختراع. إشارات راهي منذ زمان، ولكن هنا في الجزائر الإشارات التعدين ضعيفة وقليلة. حتى الأولياء اللي خلينا لازم نشجعوا ونهتموا كثيرا أن الأولياء أنت هذا الفئة قال يعني أولادنا كانوا يعيشوا بعض الأمور لا أخلاق، لكن لما بدأوا يحضروا الجمعات ويسمعوا المواعظ ويسمعوا دروس قال سلوكهم تغير. مؤذن، مترجم، مكان مخصص لهم، وفريق كامل من المتطوعين بالمسجد يسهر على التنظيم وتوفير كل ما تحتاجه هذه الفئة التي حضرت من ولاية وهران ومن ولاية مجاورة. مع الوقت هما حفظوا الإشارة تاعي وأنا حفظت الإشارة تاعهم، بس هذا الدين ودي ما نلعبوش فيه. ومن بعد ولاو غيب شي بشي يطرحوا أسئلة، قال هذه على هدرتها، هذه شكاين شكاين، يقول الشيخ كيفاش جبدنا هذا الموضوع، ولينا غيب شي بشي بشي حتى هما بداو يتبعوا خطبة الجمعة، وهو منها خطوة ومنها درس ومنها الحياة الدينية تاعنا. كل خطرة يزيد، بدأت بعشر عشرة تاعنا تذكر أنا في أنا فيت 70، أكثر من 70 حاضر معنا مصلين. دبجوم تاني مع المجتمع تاني باش ما يحسش واحد وحدهم تاني اللي يكونوا معنا. أش كاين اللي عائلة كاين اللي يقعد غير في الدار ما بقاش يخرج، كيشوف الصالة تجمع كيجي هكا باش يندم من المجتمع تاني اللي نحضروا معنا باش يحسوا روحهم ما يحسوش روحهم وحدهم. قد تخرس الألسن وتصم الآذان، لكن ما دامت القلوب مبصرة فإن فئة الصم البكم تستحق اهتماما مستمرا، وهو ما يساهم في إدماجها أكثر فأكثر في المجتمع في انتظار تعميم هذه المبادرة عبر مساجد الوطن.